مرحبا طلبتنا الأعزاء، اليوم راح نتكلم عن العوامل المؤثرة على ذوبانية الرواسب واللي هي بداية الفصل الرابع. طبعا العوامل المؤثرة على الذوبانية هي عوامل كثيرة، والمهمة من عندها هي 10 اللي راح نذكرها، وأهم شيء طبعا درجة الحرارة وطبيعة المادة المذابة وطبيعة المذيب وتأثير الأيون المشترك والقوة الأيونية والدالة الحامضية والأكسدة والاختزال وتكوين المعقدات، بالإضافة إلى تأثير التحليل المائي وحجم الدقائق. وحجم الدقائق هنا يتناسب عكسيا مع الذوبانية. ليش؟ لأنه كل ما قل حجم الدقائق زادت المساحة السطحية اللي راح تتعرض للمادة المذيبة، أو اللي راح تصير على اتصال مع المادة المذيبة. احنا نعرف كل ما قللنا الحجم زادت المساحة السطحية يعني، والدليل احنا مرات بعض الأملاح يعني او شغلات من نريد نذوبها نحاول نطحنها حتى تصير دقائق اصغر حتى تزيد ذوبانيتها، وهذا طبعا التفسير العلمي انه راح تزيد المساحه السطحيه للماده المذابه واللي راح تتعرض للماده او تصير مع اتصال للماده المذيبه فتزيد الذوبان. بعض العلاقات يعني تدل على هذا الشيء، والعلاقات اللي مسويها اني بالالوان هي مطلوبه من عندكم، والعلاقات اللي ما مسويها ما مطلوبه يعني اللي بالاسود. هنا يقول لن الاس ار على اس يساوي لنا اي على ار، وموضح لكم انه ار هو قطر الدقائق واس ار هي قابليه الذوبان، واي كميه ثابته والاس قابليه الذوبان الاعتياديه النظريه. خلينا نقول، واحنا مثل ما تعرفون احنا بالعمل دائما عندنا قياسات عمليه وقياسات نظريه. هنا هذه ذاكر لنا قابليه الذوبان النظريه و العملية. هنا احنا ما عندنا يعني أمثلة عليها، لكن هذه العلاقة مطلوبة لأنه هي تبين التناسب أو العلاقة بين حجم الدقائق والذوبانية. والأمثلة كثيرة على الأملاح اللي تزيد ذوبانيتها عندما يصغر حجم دقائقها، لكن اكو طبعا بعض الشواذ، والشواذ هنا انه مو بالعكس يعني مو من قلة الدقائق راح يقل الذوبانيه، لا بالعكس. لكن يقول اكو بعض المواد او المركبات مثل الكلوريد الفضه ماكو فرق عندي انا بالاذابه، اذا كانت الدقائق صغيره او كبيره راح يذوب نفس الاذابه، بينما كبريتات الباريوم لا، طبعا هنا تزيد الاذابه 90% عندما احنا نسوي طحن او نصغر الدقائق. طبعا هنا يقول عملية الدقائق كل ما تكون صغيرة راح تفيدني بعملية هضم الراسب، وهذه عملية هضم الراسب مطلوب من عندكم تطلعونها بالانترنت او تشوفوها طبعا بملزمة العملي، لانه عملية مهمة جدا بقضية الترسيب. لذلك انا العام يعني سألتهم على عملية الهضم بس ما كتبت هضم الراسب، الطلاب رايحين على تفتيت الجزيئات ويعني شغله على هضم الطعام حوالينها، لكن احنا هنا بالتحليليه بدنا نتكلم عن هضم الراسب. زين، هنا قلنا الغرض منها هو اتاحه الفرصه لذوبان دقائق صغيره ونمو بلورات كبيره، هذه هي عمليه هضم الراسب. احنا كل ما نخلي الراسب يهضم اكثر، واللي هي نخليه على درجه حراره متوسطه لفتره طويله، هنا راح يصير عندي بلورات اكبر من الراسب ويصير عندي الترسيب افضل، وهذه الطريقة اسمها طريقة أوستوالد. زين، عندنا تأثير درجة الحرارة هي النقطة الأولى من العوامل المؤثرة على الذوبانية. هنا أنتم مطلوب من عندكم طبعا تقرون المحاضرة، لأنه قد تفوتنا بعض الملاحظات، يعني احنا ما نقدر نوضح كل شيء موجود بالمحاضرة، لكن احنا نوضح الأمور الرئيسية. طبعا أنتم تعرفون يعني كل ما زادت درجة الحرارة كل ما زادت شنو؟ زادت المسافات البينية بين الجزيئات، ومن زادت المسافات البينية بين الجزيئات هنا راح يزيد عندي اتحاد جزيئات المادة المذابة مع المادة المذيبة، وهنا تسمى عملية التمذوب. طبعا يقول إذا كان الماء هو المذيب فتصير عملية تسمى عملية إيماه. هنا هذه عملية التمذوب اللي هي ارتباط جزيئات المادة المذابة مع المادة المذيبة راح تنتج لي طاقة. هذه الطاقة كل ما كانت أعلى من طاقة الشبكة البلورية للمادة المذابة راح يصير عندي عملية ذوبانية. طبعا تعرفون الشبكة البلورية هي يعني الناتجة من ارتباط
الجزيئات المادة المذابة فيما بينها. كل ما كانت عندي عملية الإماهة تنتج لي طاقة أعلى من طاقة الشبكة البلورية، راح تصير عندي عملية إذابة أكثر، والعكس صحيح طبعا، كل ما كانت طاقة الشبكة البلورية أعلى راح يصير عندي إذابة أقل. بالنتيجة من زادت درجة الحرارة زادت المسافات البينية بين جزيئات المادة المذابة، فقللت لي يعني طاقة الشبكة البلورية وأدت إلى زيادة الذوبانية للمادة المذابة. هنا يذكر بعض الأملاح اللي يقول ما تحتاج إلى درجة حرارة طبعا للإذابة، مثل كبريتات الصوديوم اللامائية، وطبعا احنا عندنا الأهم من كبريتات الصوديوم واللي دائما نستخدمه هو هيدروكسيد الصوديوم. احنا إذا نلاحظ بالعملي طبعا، وانتم المفروض يعني لو الدوام يعني كان طبيعي المفروض مشتغلين هواية بهيدروكسيد الصوديوم، كل ما نذوب هيدروكسيد الصوديوم احنا يصير عندنا المحلول حار. فهذا هنا يقول هنا عندي درجة الإماهة أو درجة حرارة الإماهة أعلى من الدرجة اللي تحتاج إلى نحتاجها إلى تحطيم الشبكة البلورية بين الجزيئات، فيصير عندي يعني بدون ما أحتاج إلى حرارة تصير عندي عملية الإذابة. وهذه هنا يقول تمتاز بها بعض الأملاح وليس كلها أو قليل من الأملاح طبعا، لأنه إحنا أغلب الأملاح عندنا وخاصة إذا كانت كبريتات أو إذا هيدروكسيدات لأملاح تكافؤها عالي أو أيونات تكافؤها عالي راح تكون شحيحة الذوبان، لذلك نحتاج إلى درجة الحرارة. وهنا يقول طبعا بصورة عامة ذوبانية معظم الرواسب تزداد بزيادة درجة الحرارة، وهذه الزيادة تختلف من ملح إلى آخر. طبيعة المادة المذابة أو المادة المذابة عفوا تعتمد هنا أكيد على طاقة شبكتها البلورية، أي كما كان ارتباط الجزيئات فيما بينها قوي كل ما كانت عملية الإذابة صعبة. وقلنا أهم هذه الأمور اللي تأثر أو العوامل اللي تأثر على قضية الإذابة أو موضوع الذوبانية هي درجة الحرارة. هنا يقول القوة اللازمة لفصل أيونين مختلفين تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الشحنات وعكسيا مع مربع المسافة، أي كل ما زادت الشحنات للأيونات اللي مكونة لهذا الملح كل ما زاد عندي الطاقة اللازمة للإذابة، يعني كل ما كانت شحنة الأيونات عالية صار عندي ترابط قوي، صارت عندي شبكة بلورية ذات طاقة قوية، لذلك أحتاج إلى أني طاقة أقوى حتى أفصل بين هذه الأيونات حتى تتم عملية الإذابة. وكل ما كان المسافة بين الأيونات أعلى صار عندي طاقة أقل، أحتاج إلى طاقة أقل لفصل هذه الأيونات. إذن شنو عندي الآن؟ يعني الأمر المهم أنه الطاقة اللازمة لفصل الأيونين فيما بينهما أو الدقيقتين طبعا، لأنه بعض الترابطات التساهمية وما إلى ذلك تكون تتناسب طرديا مع الشحنة، أي كل ما زادت الشحنة كل ما نحتاج إلى طاقة أعلى، وعكسيا مع المسافة كل ما زادت المسافة بين الجزيئات قلت طاقة الشبكة البلورية، فأحتاج إلى طاقة قليلة حتى أفصل بين هذه الأيونين. وعندي أمثلة كثيرة على موضوع اللي يتعلق بزيادة الشحنات، مثلا عندي أني يقول هيدروكسيدات الفلزات الرباعية أقل ذوبانية من هيدروكسيدات الفلزات الثلاثية، يعني كل ما قلت الشحنة قلنا كل ما زادت الذوبانية وكل ما قلت الطاقة اللازمة لفصل الأيونات. هنا عندي مثلا هيدروكسيد الألمنيوم اللي هو ثلاثي التكافؤ الألمنيوم مثل ما نعرف، فهو AlOH/3، هذا تكون ذوبانيته أعلى من هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو ثنائي التكافؤ يعني CaOH/2، و يعني عفوا هنا ذوبانيته أقل نعم، وذوبانية هيدروكسيد الكالسيوم أيضا أقل من هيدروكسيد الصوديوم اللي هو أحادي التكافؤ واللي هو NaOH فقط. هذه الأمثلة هنا أيضا يذكر لي بعض الأمثلة عنها. وننتقل إلى طبيعة المذيب. هنا طبيعة المذيب تعتمد على القطبية واللا قطبية، والمذيبات القطبية هي الذوب الأملاح الأيونية
واللي تعتمد على ثابت العزل الكهربائي، واللي هو يعزل بين الأيونات المرتبطة. ثابت عزل كهربائي هو يعزل بين قدرة المذيب على العزل بين جزيئات المادة المذابة، وهذا العزل الكهربائي طبعا ينتج من السالبية الكهربائية. أما المذيبات الغير قطبية فتعتمد على التشتت. إذن المذيبات القطبية تعتمد على ثابت العزل للإذابة، والمذيبات الغير قطبية تعتمد على التشتت للإذابة. لذلك عندي لما يكون عندي مذيب قطبي مثل الماء لازم يكون عندي، أو الحوامض المعدنية لازم يكون عندي المادة المذابة مادة قطبية أيضا، اللي هي يعني تمتلك أيونين مختلفين بالشحنة. لكن مرات عندي بعض المواد العضوية مثل الزيوت وغيرها ما أقدر أذوبها أنا مذيب قطبي. ليش؟ لأن هذه إذابتها تعتمد على عملية التشتت، فلما تتشتت لازم يصير انتشار المادة المذابة بين جزيئات المادة المذيبة. هنا إذا كانت المادة المذيبة المادة انتشار ذرات أو جزيئات المادة المذيبة بين جزيئات المادة المذابة، فهنا إذا كان عندي مذيب قطبي يعني بصعوبة راح يصير انتشار المذيب بين جزيئات المادة المذابة. لكن إذا كانت عندي مادة عضوية للإذابة مثل عندي كثير مثل الأسيتون، مثل الكلوروفورم، مثل بعض الكحول، هذه هنا راح يصير انتشارها سريع بين جزيئات المادة العضوية فيؤدي إلى إذابتها. وذاكرنا هنا أمثلة. طبعا هنا يقول يعني أكو مثال مهم هنا اللي هو كبريتات الكالسيوم. كبريتات الكالسيوم هي مادة أيونية ملح يذوب في الماء. إذا الماء قطبي والمادة أيونية هنا أيضا قطبية، لذلك احنا كل ما نزيد نسبة المذيب غير القطبي بالماء راح تقل ذوبانية كبريتات الكالسيوم. يعني هنا لما تركيز الكحول الأثيلي اللي هو يعتبر مذيب عضوي، لما يكون تركيزه صفر تكون إذابة الكبريتات الكالسيوم من قبل الماء عالية. لذلك هنا شقد يذوب لي؟ يذوب لي تقريبا 208 بالألف غرام باللتر. لكن كل ما أزيد آني نسبة الكحول مع الماء، يعني لما أضيف كحول على الماء راح تقل عملية الإذابة، راح يذوب لي 1 بالعشرة غرام. وكل ما أزيد نسبة الكحول بالماء راح تقل عملية إذابة كبريتات الكالسيوم. هذا مثال مهم يوضح لي عملية ذوبانية الأملاح الأيونية أو القطبية من خلال مذيب قطبي، وإذا تم إضافة مذيب غير قطبي راح يؤثر سلبا على عملية هذه عملية الإذابة. وشكرا جزيلا.